خلقته عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالأدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبق، يعني ليس شعره عليه الصلاة والسلام ناعما شديد النعومة وليس ملتويا، وإنما بين صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام رجلا يعني في شعره كما أسلفنا، ليس بالجعد القطط ولا بالسبق